تسلم. كريم رسول الله والله أكرم، هل لفقير بين كريم؟ حاشا لله. أنا أسفة في بداية القصة لو حد بكى أو لو حد اتضايق في خلال القصة، بس صدقوني قصة النهاردة قصة صعبة بس فيها أمل جديد وعبرة جديدة جدا. صاحبة القصة بتحكي وتقول إن جوزها شغال يعني زي باليومية، بيشتغل يوم وعشرة لأ، أكل كويس في بيتهم ومفيش أكل أصلا كفاية في بيتهم، وعندهم 3 أولاد أطفال. تمام. كانت في مرة عند حماتها كزيارة عادية وقاعدة، فحماتها بتقول إن ابنها الأخير لما يخلص جيش هتعمل حفلة وتعزم ولادها كلهم بقى بأحفادها بلوع أمه شوية، فهتعمل حفلة تحتفل بيه إن هو خلص الجيش. وجي فعلا ميعاد الحفلة، عزمت إخوات صاحبة القصة كلهم بالاسم بكل واحد ومراته وعياله ما عدا جوز صاحبة القصة، ما عزمتهوش. فكانت مستغربة، فقالت فبتقول لجوزها هو يا مامتك ما اتصلتش، دي هي تتصل بينا تعزمنا. فقال لها ما تقلقيش. جه فعلا يوم الخميس وكانت مستنية الاتصال بتاع، ابتدوا يتجمعوا فعلا في بقى كل واحدة مشيرة صورها على الفيلم مع بعض ومنزلينهم بقى وكده. فبتقول لجوزها طب انت مامتك كده ما اتصلتش، احنا نروح ولا ما نروحش؟ وهم بيقول يعني عفوا هياكلوا اكل لانهم بقى فترة عايشين على الفول والعدس، فكانوا مستنيين العزومة دي بفارغ الصبر. فشوف اذا كنت هتودي معانا ولا ايه نظام، ولا تصل بمامتك؟ فقال لها لا انا مش هتصل، لو انت عايزة تتصلي اتصلي انت. بالفعل اتصلت، بس ما اتصلتش بمامته، لا اتصلت بواحدة من سلايفها يعني كويسة معاها نوعا ما. فهي بتكلمها سمعت حماتها بتقول لها بصي قولي لها تيجي علشان دي لو ما جاتش وما كلتش هتفضحنا. حماتها بتقول لسيفتها تقول لها كده، وهي التانية معاها على التليفون وسمعت الكلام ده. طبعا هي ازدادت حيرة، هي تروح ولا يعني تقعد؟ طب لو راحت، ما هي عايزة تروح علشان خاطر ولادها يعني ياكلوا أكل كويس، بقالهم فترة ما أكلوش يعني لحوم، وفي نفس الوقت هي مش عايزة تروح إكراما يعني لكرامتها، عارفين اللي هي بتنتقم لكرامتها ولنفسها. فأخدتها الحيرة، فقالت يعني سابت عليها العيال وهم زنوا عليها وقالوا لها لا يلا نروح وكده. فبالفعل خدتهم وراحت. راحت وكانوا كلهم مجتمعين، طبعا الهمز واللمز عليها كان كتير وبزيادة شوية. المهم قعدت، كانوا هما لسه مخلصين اكل فشالوا الاكل ودخلوا المطبخ، وهي قعدت هي وولادها طبعا مستنيين حد يحط لها تاكل او يحطوا حتى للاطفال دي تاكل، مفيش خالص ولا كان في اي احساس ولا دم خالص. بالعكس عايزين يشربوا شاي، قالوا لها قومي انتي اعملي لنا الشاي. بتفوجئ ان هي دخلت المطبخ عشان تعمل الشاي، لقيت اطفالها واولادها بياكلوا بقايا الاكل اللي كان متبقي منهم، يعني عارفين بقى اللي هما بيلحوسوا العظم مثلا، بيغمزوا اي شوية طبيخ موجودين. فهي شافت المنظر كده قعدت تعيط، وراح ولادها الثلاثة جريوا عليها وقعدوا يعيطوا وقالوا لها احنا اسفين يا ماما، احنا بس كنا جعانين ونفسنا قوي في الفراخ. هي انهارت اكتر ودخلوا عليها سلايفها، طبعا ما عندهمش ريحة الدم خالص، بزيد الهمز واللمس والضحك وعدم احترام المشاعر حتى للاطفال. ف يعني اعذروني انا متلجلجه لان انا فعلا القصه دي جدا. فالمهم خدت العيال اطفالها وروحت على بيتها بدون اي كلام خالص ولا حتى قالوا لها انت رايحه فين ولا جايه منين، طب استني طب روحي، مفيش اي احترام حتى من حماتها، مفيش اي احترام مع ان دول اطفالها او احفادها ابنها كمان، حتى لو مش احفادها يعني اطفال ومشاعرهم يعني اللي بيراعي طفل او بيكبر بخاطر طفل ده يعني حاجه عظيمه. رجعت بتقول ان هي طبعا مقهوره قهره صعبه جدا جدا، يعني انتوا حطوا نفسكم مكانها يعني عفوا، وربنا ما يحطنا اصلا في الاحساس ده. مقهوره على اولادها، حاسين ان هي شافت الذل فعلا بعينيها، ما كانش قدامها غير ان هي فرشت سجادة الصلاة يعني وقعدت
تنفجر من العياط، بتصلي وهي منفجرة من العياط، قفلت باب اوضتها ومش بتعمل اي حاجة غير ان هي بتصلي وبتعيط. هي مش فاكرة كانت بتصلي ايه، بس هي كانت بتصلي علشان ترتاح، عشان ربنا ينجيها. خلصت الصلاة وقعدت تناجي ربنا، وفي وسط انهيارها بتقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم يا ذي القوة والمتين ارزقني يا الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم يا رزاق يا ذي القوة والمتين ارزقني يا الله. فضلت على الحال ده طول الليل، وقفل عليها اوضتها، وفي نفس الوقت بتعيط وبتصلي وبتصلي بتصلي، لمجرد ان هي بتصلي عايزة ترتاح، عايزة ربنا ينصرها من اللي هي فيه. فضلت طول الليل على الحال ده، جوزها يهديها، ولادها يحاولوا يدخلوا لها، ما فيش خالص، هي مش مستجيبة خالص، ما خرجتش من اوضتها غير على وقت، تماما اختفت تماما. نزلت على السلم علشان تحصلها يعني وتشوف مين دي، ما لقيتش ليها اي اثر. بتسأل واحدة قاعدة تحت عمارتها، تقول لها شفتي الست اللي نزلت من عندي هنا، او واحدة نزلت من العمارة، راحت مشيت من انهي اتجاه؟ لا مفيش حد نزل يا بنتي، انا قاعدة هنا طول اليوم وما فيش لحد طلع ولا حد نزل. فبتقول لها يا حاجة طب ركزي، دي هي مش عارفة لابسة عباية سودة ومش عارفة ايه. فبتوصفها، قالت لها والله يا بنتي انا قاعدة اهو ما في حد دخل العمارة اصلا. وطلع بتضرب كف على كف وتقول الحمد لله، وطلع بتبكي من جبر ربنا لخاطرها، من استجابة ربنا لدعائها، من فرحة ولادها بالحاجات اللي دخلت بيتها والخير اللي دخل بيتها. سابت ده كله ودخلت اوضتها، قعدت تصلي وبتبكي فرحة وشكر ربنا. متخيلين الإحساس؟ متخيلين المنظر؟ أنا عفوا متأثرة جدا بالقصة، فيعني ربنا ما يحطنا في المواقف زي دي يا رب. بس فعلا يعني كانت بتدعي ربنا بيقين وهي على يقين، فدي العبرة اللي فعلا ناخدها من قصة النهاردة. ادعي ربنا وانت على يقين ان هو هيرزقك وهيستجيب لدعائك. خليك فعلا يعني روح لربنا وتبرأ من حولك وقوتك، وقول له انا اعتصمت بحولك وقوتك يا رب، ارزقني يا رب، اللهم يا وهاب يا رزاق ارزقني يا رب. فعلا بتغير الأقدار وبتصنع المعجزات. ودي كانت قصة النهاردة، واستنوني في قصة جديدة قريب إن شاء الله.